السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق الطيب. إن شاء الله النهاردة هنتعلم إزاي نركب موتور البنزين ده، ترومبة البنزين أو موتور البنزين، وإزاي هنركب فلتر البنزين اللي هو جوه التانك. الاثنين دول بيبقوا جوه التانك، تمام؟ هنتعلم إزاي هنغيرهم إن شاء الله تعالى بطريقة سهلة وعملية بإذن الله تعالى. تابعونا. يلا. طبعا أغلب ترومبات البنزين في العربيات الحديثة بتبقى تحت الكنبة. اغلب الترومبات بتبقى موجوده تحت الكنبه. نسحب الدراع ده كده، نقلب الكنبه. على الاغلب بيبقى فيه غطا زي كده، بتشيل الغطا ده. بعد كده اربع مسامير بنشيلهم. بعد كده بنلاقي مكان ما التانك، طبعا تانك البنزين، هنشيل الغطا اللي موجود ده. بعد كده هنطلع العوامه كامله بالترومبه بحاجتها كامله. تابعونا. نشيل الفيشه اللي هنا. قبل ما تحل اي حاجة ياريت تنفخ بالهواء هنا وتنظف الحتة دي، عشان انت اول ما تشيل غطاء الوساخة والاتربة دي كلها هتسقط جوه التانك. تمام، ننفخ المكان ده بالهواء. كده تمام، نظفنا المكان ده كله كده مظبوط، عشان مفيش اي اتربة او وساخة تخش جوه التانك البنزين. تمام، نكمل حق. لازم نخلي بالنا هنا الخرطوم بتاع البنزين ده، دي زي ضغطه من هنا تضغط عليها وتطلعها. وتخلي بالك الجزء ده حساس جدا لان ده بلاستيك، اقل حركه غلط هتكسره. تتكي كده، تزقه لقدام، بعد كده ترجع ورا كده طلع معاك. ما تتعاملش معاه بعنف ابدا، اي حاجه هنا ما ينفعش تعملها بعنف. هنحل مسامير الثمانيه اللي داير ما يدور دي. الخرطوم ده ملناش دعوه بيه، بعيد عننا شويه، بس برضه ايه، تخلي بالك تعامل كل حاجه بحذر هنا. طب اغلب العربيات الحديثه ترومبة البنزين والعوامة والفلتر بيبقوا جوه التانك، تمام؟ بس مش كل العربيات هتبقى مسامير كده داير ما يدور تحلها. بعض العربيات هتبقى زي كليبس حديد ليه سبيشال تول، بعض العربيات ليها صامولة بلاستيك. طبعا ده أسوأ نوع ممكن يقابلك، ده لازم زرجينة خاصة بيه سبيشال تول يعني عشان تحلها. هنطلع الطوق الحديد ده على مهلنا بالراحة. خلي بالنا ان في بنزين هينزل من المكان ده، طلع بالراحة. وخلي بالنا نسلك العوامة، عشان العوامة دي، العوامة دي خلي بالنا احنا طالعين واحنا نازلين عشان ممكن تتقطع. هنا لازم تتعامل بحذر شديد. يلا بينا نتعرف على اجزاء العوامة دي بسرعة كده. الجزء ده المتحرك ده اسمها العوامة. العوامة دي وظيفتها ان هي تحدد مستوى البنزين الموجود في التانك. هي عبارة عن مقاومة متغيرة بتدي اشارة على التابلو عندك بمؤشر تعرف مستوى البنزين في التانك قد ايه. يعني دي لما تترفع فوق كده تمام، يبقى كده البنزين عندك فل. لما تنزل اقل 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 لغاية ما يقول لك فيش بنزين خالص. طب هي بتطلع وتنزل ازاي؟ بتطلع وتنزل عن طريق دي. الجزء ده بيطفو على البنزين، كثافته اقل من كثافه البنزين، فالبنزين هو اللي بيرفعها. لما بيرفعها بيغير المقاومه هنا، وتتغير المقاومه عندك على التابلو على مؤشر البنزين، فبتعرف كميه البنزين فيها قد ايه. الجزء الطويل ده اسمها مصفى، عباره عن صفايه صغيره كده عشان تمنع الشوائب تخش على الفلتر الاساسي جوه. الجزء الكبير ده اللي جوه ده اسمه فلتر البنزين، ده الفلتر تمام. الجزء المعدني ده عباره عن بلف الراجع، ده اللي بيحشر البنزين جوه الخرطوم عشان يطلعه بضغط معين. تمام، الضغط المفروض اللي يكون جوه ترمبة اللي ماشي في الخراطيم لازم يبقى 2.5 بار، 2.5 بار. تمام، ده المسؤول اللي بيحشر الضغط جوه ترمبة البنزين جوه خراطيم البنزين. تمام، الجزء على دي على بعضها كده اسمها، بيسموها بشكل بلدي بيسموها العوامة. تمام، بس هي بتحوي اكتر من عوامة، هي عوامة وفلتر وموتور بنزين. هنا في الفيشة دي، الفيشه دي بتاعت ترومبه البنزين بتاعت موتور البنزين، السلكتين دول بتاعت العوامه. تمام، هنحل كل ده. تمام، يلا بينا. هنا لازم تتعامل بحذر شديد جدا لان القطعه دي مصنوعه كلها من البلاستيك، فلازم تخلي بالك وانت شغال. اول حاجه احنا بنشيل الفيشه تمام عشان نعرف نشتغل فيها. تمام، بنشيل اللي هو البلف بتاع الراجع من هنا. طبعا مش كل العوامات واحدة ومش كل الترومبات واحدة، كل موديل وكل شكل بيختلف من العربية الأخرى.
بس على الاغلب العربيات الحديثه بقت كلها بالشكل ده مع اختلاف بسيط طبعا. طبعا خلي بالنا من الاورنجات كلها اللي بيطلع تشيله تخلي بالك، وما بيطلعش خلاص سيبه، بس تخلي بالك برضو وانت شغال لازم تبقى شغال بحرص. نسلك الفيشه دي، نسلك الفيشه بتاعه رمه البنزين. تمام، دي فيشه كده قطعه ضفيره صغيره بالعوامه ولترمه البنزين. تمام، خلي بالنا منها زي ما احنا قلنا لازم تخلي بالك تشتغل هنا بحرص. الكبسات الصغيره دي هتفتحها كده عشان تسحب الفلتر اللي جوه. عايزين نشيل جزء، احنا ده الجزء ده سهل جدا نشيله، هنشيل بس الكليبس اللي هو ماسك على الفلتر اهو، ودان صغيره كده اهي هنشيلها. طبعا في كاوتشه جوه هنا خلي بالنا منها، نحاول بقى نطلع الجزء ده بالراحه. تمام، دي بقى مصفه تانيه موجوده. الجزء ده هو الفلتر، هو ده فلتر بنزين. الجزء ده هو اللي يحوي كل شيء. تمام، خليه على جنب. الجزء الداخلي ده هي دي ترمبة البنزين، هو ده الموتور اللي بيضغط البنزين في الخراطيم. تمام، والجزء اللي بره ده زي الشاسيه، هو يعني شايل الفلتر وحاجز المصفى بتاعت الفلتر. تمام، لازم نطلعها، نفضي البنزين الاول. بس طبعا الكليبسات دي، الكليبسات دي هي الماسكه في فلتر البنزين، نفتحها كده عشان نطلع الفلتر المكان، يعني نشيل الشاسيه ده من المكان من هنا. نشتغل بالراحة على الأقل مننا، مش مستعجلين في حاجة، المهم مفيش حاجة تتكسر معانا. زي ما قلنا دي بلاستيك، لازم تخلي بالك وانت بتحرك. تمام كده احنا خرجنا ده كده فلتر القديم. طبعا ما تنساش ان في كاوتش جوه، لو ما خدتش بالك من الكاوتش ده كله اللي هي الاورنجات، لو ما خدتش بالك من كل ده نص شغلك هيبقى غلط. تمام، لازم تخلي بالك من الكاوتش ده، بنزين وسخ خالص. طبعا نعمل مقارنه دلوقتي بين القديم والجديد وهنشوفه ان شاء الله تعالى. ده كده فلتر القديم اهو، وده كده بقى ترمبة البنزين اهي، دي كده ترمبة البنزين. دي الكاوتش اللي هي ساندة ترمبة البنزين، دي المصفى بتاع مصفى تانية لترمبة البنزين، وده الشاسيه الحامل، وده الموتور القديم، ودي فيبر بلاستيك اللي هي ماسكة الكاوتشه او ماسكه الاورنج ما يخلوش يطلع من مكانه. لازم نخلي بالنا من الحاجات الصغيره دي كلها. تمام، كده احنا كده خلصنا، كده احنا طلعنا الموتور القديم خلاص، وطلعنا الفلتر البنزين القديم، هنغيرهم تابعوني يلا بينا. في حاجه مهمه الاول، لازم كل الحاجات اللي احنا حليناها دي زي الحاويه وزي المصافي والحاجات دي، الحاجات دي للاسف ما بتجيش جديده، يعني انت لما بتغير الترومبو وغيرها ما بتجيش حاجات دي تاني، فلازم معلش تغسلها وتنظفها كويس جدا قبل ما تقفل. كل الحاجات دي لازم تتغسل وتنظف كويس جدا قبل ما نقفل. هنغسل وننظف ويلا بينا. طبعا نظفنا الاجزاء دي كلها. تمام، ده الفلتر، احنا بس نعمل مقارنه، ده الفلتر الجديد ده الفلتر القديم. تمام، ممكن تخلي بالك ان الفلتر يعني شويه شفاف باين الفلتر من جوه، ده خلاص اسود من جوه، حتى وزنه بقى اتقل من ده. تمام، طبعا الفلتر ده بيتغير من 30 ل 40 الف كيلو متر، يعني كل 30 او 40 الف لازم تغير فلتر بنزين اللي هو جوه التانك. ترمبه البنزين ما بتتغيرش الا لما تعمل مشكله، يعني تعمل عطل ما، عربيه ما بتسحبش، عربيه بتقطع وكذا، وطبعا مش هتغيرها الا لما تفحص ضغطها الاول بساعه ضغط، يعني تفحص ضغط الترمبه ولازم تديك ضغط 2.5 بار. طبعا مش كل العربيات ثابته 2.5 بار، في العربيات الكوري على الاغلب الهونداي لازم تديك 2.5 بار، اقل من الضغط كده يبقى كده الترمبه دي تعبانه خلاص ما تنفعش. فهنا في الحاله دي عندنا ضغط ده بيهرب اقل من 2.5، يبقى لازم تغير الترمبه
والفلتر بقى له فتره طويله هتغير، فبنغير بالمره كله مع بعضين. يلا بينا. طب احنا قلنا ده لازم يتنضف عشان ده ما بيجيش مع الفلتر الجديد، ما بيجيش الا عوامه كامله جديده ما بيجيش، فلازم تنضفه كويس كده. احنا نضفناه ونفخناه بالهواء، نضفنا كل الاجزاء دي ونبتدي نركب بقى. طبعا نركب الترومبه الاول هنا، دي القاعده بتاعتها الكاوتشه. لازم نخلي بالنا واحنا بنحل، احنا حلينا ايه، عملنا ايه، بنشتغل على مهننا، مفيش مستعجلين في اي حاجه. ادي الترومبه هتركب كده، واللي هيثبتها المصفه بتاعتها كده. ركبت تمام القاعده البلاستيك دي. القاعده البلاستيك دي وظيفتها ان هي تزق الاورنج، تمام، تزق الاورنج. الاورنج ده مهم جدا يعني، خلي بالك منه. وقبل ما تقفل لازم تزيته، لازم تديله شويه زيت عشان وانت بتقفل ما يتقطعش معاك، هيتبيت في الفلتر هنا. طبعا كده قفلنا الترومبه جوه بالشاسيه بتاع العوامه، تمام. نقفل بقيه الاجزاء. احنا نضفنا بقى وظبطنا الدنيا، نخلي بالنا بقى احنا هنحط الحاجه دي فين، الحاجات دي حساسه وتتملى تراب بسرعه، تمام. فنخلي بالنا نبيت بقى الفلتر بالترومبه في مكانها على مهلنا خالص، مش مستعجلين في اي حاجه، تمام. اتاكد كل حاجه مظبوطه، تمام. طبعا لازم نحط على الكاوتش هنا الاورنج ده، نحط عليه زيت لازم عشان يبات معانا بسهوله من غير اي مشاكل. الكلبس ده مهم جدا، لازم اتاكد ان هو راكب مظبوط، لازم يعني التكتين دول لازم تسمعهم، من غير التكتين دول كده كده شغلك غلط، تمام. بقيت الفيشه دي في مكانها، تمام. وفضل عندنا اخر كاوتش هنا، بقيتها هنا الاول. طبعا لازم نحط لازق برضو، الموضوع ده مهم، لازم نخلي بالنا من الاورنجات دي عشان الاورنجات دي مهم جدا، عشان لو اورنج منهم مش مظبوط هيهرب ضغط البنزين ويبقى شغلنا كله على الفاضي. طبعا لازم نخلي بالنا من السوسه دي، السوسه دي مهمه، هي اللي بتثبت الجزء ده كله في تانك البنزين. يعني انت لما تركب سوستين دول بيضغطوا على الجسم ده وبيثبتوها في تانك البنزين تحت، من غير السوستين دول تانك العوامه دي هتبقى تلعب جوه وممكن تقع تتكسر، فدول مهمين خلي بالك منهم. لازم تتاكد الكلبسات ركبه مظبوط. كده امورنا تمام، كده كلبساتنا كلها راكبه، فضل بس الفيشه بيتها واحنا كده خلصنا، تمام. كده فلتر بنزين راكب جديد، ترومبه بنزين جديده، كل حاجه ركبت مكانها، كل حاجه تمام. نشيك عليها الاول، شيك على كلبساتنا كده خلاص، بقيتها في التانك. يلا بينا نيجي نركب بقى، نخلي بالنا العوامه والمصفى عن بقيتهم هم الاول بالطريقه دي على مهلنا خالص، مش مستعجلين في اي حاجه، المهم مفيش حاجه تتكسر، مفيش حاجه تبوظ. خلي بالنا العوامه دي ليها اتجاه، البزبوز على قد ايه، على اتجاه البزبوز ده كده، تمام، بالمنظر ده. فنخلي بالنا من بقيه الطوق الحديد، خلي بالنا الاتجاه برضو، الشفتين دول على نص دايره دي، تمام. نضغط زي ما احنا قلنا، ده بيضغط لتحت، شايف السوستين احنا قلنا عليهم، الضغطه دي هي اللي بتثبتها في التانك تحت. شبك مسامرنا،
نربط بـ T8، الربط قصاد بعضه، نجمع هنا هنا شوية. تمام، خلي بالنا ده مسمار 8 ملي، ضعيف جدا، مش محتاج ربط شديد. نركب الخرطوم بتاعنا، نركبه طبعا على مهلنا بالراحة، ان الجزء ده حساس جدا وسهل الكسر، كسر في كلمة. لازم نسمع التكة دي، يبقى كده ركب مظبوط. بداية الفيشة بتاعتنا، تمام، نقفل الغطا. أرجو تكون المعلومة وصلت وكل أمورك تمام، وشكرا للمشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.